السلام عليكم. هذا الفيديو راح اشرح لكم عن الفيلر كرايتيريا. جميع نعرف انه احنا الغاية من هاي المادة انه نعرف مدى تحمل الصخرة، والصخرة شو وقت يصير بيها فشل، يعني شو وقت يصير بيها deformation او شو وقت يصير بيها fracture. فشل هو عنوان عام كل يعني بالهندسة بصورة عامة، أي قطعة ميكانيكية إذا كانت، أو أي قطعة إذا نتكلم عن صخرة أو أي شيء، نقول هاي القطعة أصابت بالفشل من بعد ما تقدر تأدي وظائفها اللي مصممة إلها. فمرات الفشل بمعنى أنه التشوه بالشكل بحيث ما يقدر يؤدي مهامه، مرات بمعنى أنه يصير بيه كسر. هنا بهذا العنوان اللي أنا أتحدث عنه نقصد بالفشل هو الكسر أو الفراكتشر، يعني صخرة يصير بيها كسر. طبعا في مواضيع أخرى ممكن نقصد ب الديفورميشن أو التشوه، بس حاليا بهذا الموضوع هسه هو نقصد بالفشل هو شنو، هو الكسر. زين، شو وقت الصخرة يصير بيها كسر، تنكسر أو يصير بيها فراكتشر؟ أبسط طريقة هي comparing the internal stresses with the strength of the material. نشوف الستريس المسلط على الصخرة هل هو أكثر من مقاومة الصخرة أو أقل. إذا الستريس المسلط على الصخرة هو أكثر من مقاومة الصخرة، فأكيد الصخرة ما راح تتحمل ويصير بها كسر. هذا الشيء جدا يعني فد شي بسيط وواضح. اذا نشوف جد مقاومة الصخرة، جد الاسترس المسلط عليها، ومن خلاله نقدر نحكم انه هل هاي الصخرة تقدر تتحمل هذا الاجهادات، هاي الاسترس اللي عليها او لا، مقارنة بمقاومتها. طبعا مقاومة الصخرة لازم احنا سابقا نقدر نقيسها مختبريا، وبها عدة طرق يعني تيستات مختلفة، بس هذا مو موضوعنا وراح يعني هواي نبتعد عن اصل الموضوع. زين، اذا خلينا نشوف شنو النظرية. النظرية اللي تتحدث عن هذا الموضوع هي نظريات مختلفة واكو معايير مختلفة الها. بصورة عامة هي الطرق، شنو الطرق اللي او خلينا نقول المعايير اللي تعطينا فكرة انه الصخرة هل راح تقاوم الاجهادات اللي عليها او راح يصير بها فشل، هي تصنف لنا او تعزل لنا مناطق آمنة، بمعنى انه هذا الاجهادات تقدر تتحملها الصخرة، ومناطق غير آمنة او مناطق اللي يصير بيها failed region، يعني الصخرة راح تفشل بيها او تنكسر بيها. فاذا احنا لازم نعرف شنو الاجهادات اللي راح تواجهها هاي الصخرة، وشنو مقاومة الصخرة. إذا صارت ضمن المنطقة الآمنة فإذا الصخرة راح تكون في أمان وما تنكسر، بس إذا صارت في تلك المنطقة الغير آمنة إذا راح تنكسر الصخرة. زين، إحنا راح نتحدث بس فقط عن معيار واحد وهو الـ More Column Criterion. هذا الكرايتيريا هو جدا قديم، بس مع ذلك لحد الآن يستخدم كثيرا. وهو يقول أنه الفشل في الصخرة يكون بسبب الـ Shear Stress في بلين محدد داخل الصخرة. زين، النظرية شنو تعتمد؟ للتشبيه او خلينا نقول نشبه لكم مسألتين. تصوروا عندي فد قطعتين لاحمهم مع بعض، قطعتين هساي تكون حديد، تقدر تكون بلاستيك، تقدر تكون صخرة، قطعتين المهم من مواد مختلفة. هاي القطعتين ملحومة ما بينهم. زين، إذا أسلط قوة هذا اللحام اللي موجود بيناتهم راح يقاوم أنه هاي القطعتين، أو يخلي هاي القطعتين تتماسك ويمنع من الحركة ما بين هاي القطعتين، يعني يخلي هاي القطعتين شنو تكون متماسكة مع بعضها، وما يسمح أي موشن يكون بيناتهم، ما يصير أي انزلاق ما بين هاي القطعتين. واضح؟ زين، هسه تصوروا انا عندي فت قطعة متكاملة، يعني ماكو عندي قطعتين وملتحمة، لا عندي فت قطعة واحدة متكاملة، مثلا فت صخرة، فت قطعة من صخرة. هاي الصخرة اذا اعرض عليها قوى في بلينات مختلفة راح يصير عندي اجهادات. ف
بالحقيقة أقدر أماثل هذا الشيء اللي قلت لكم عليه، وأن يعني الأجزاء داخل الصخرة هي وحدة متماسكة ببعضها، يعني ملتحمة ببعضها، بحيث أنه وين ما الاسترس كان كلش عالي، بحيث كان أكثر من هاي القوة المتماسكة ما بيناتهم، راح تفشل الصخرة. أساس الفكرة هي هاي. زين، هذا الشيء، هاي القوة المتماسكة اللي تلزمها، نرمز عليها بالسي. زين، وراح نشرح شنو مفهومه بالضبط. زين، mathematical expression هو هكذا يقول: failure will occur along a plane if the following condition is satisfied. يعني الفشل راح يتم في plane من البلينات بالصخرة، يعني في زاوية من الزوايا، إذا توفرت هاي الظروف. أي ظرف؟ هو الشير ستريس يساوي فد ثابت اللي هو سي زائدا فد ثابت آخر اللي هو ميو في النورمال ستريس اللي موجود في تلك البلين، أو بتعبير آخر، عادة هاي الكتابة ما تنكتب بهاي الطريقة القديمة، حاليا نكتبها بهاي الرموز الجديدة، وهي أنه شير ستريس تساوي هذا السي ثابت زائد النورمال ستريس في تان لزاوية فاي اللي هسه نعرفها شنو. تعرفون تا هو شير ستريس، سي هو كوسيف سترينث، بمعنى شنو؟ قوة ال أو مقاومة الالتصاق، يعني إلى فد حد معين. إذا ما عندي أي نورمال ستريس، يعني فقط عندي شير ستريس خالص، هاي الصخرة راح تكون مقاومة، يعني ما يصير بها فشل لحد ما هذا الشير ستريس يوصل إلى مقدار سي. فإذا هو حد الأعلى اللي الصخرة تقدر تتحمل شير ستريس فقط بدون وجود أي نورمال ستريس، حد الأعلى للشير ستريس اللي تتحمل الصخرة هو بالحقيقة كوهيسيف سترينث أو اللي هو سي. وفاي هو شنو؟ هو angle of internal friction، هذا فد قيمة غير حقيقية وإنما هو ثابت نستخدمه ونحصله مختبريا، ما له معنى فيزياوي حتى أشرح لكم إياه. السيجما هو الإفكتيف نورمال ستريس على البلين اللي موجودة سابقا، هذا مر عليكم وتعرفوه. زين، خلينا نشوف الصخرة أو هاي المعادلة اللي كتبناها، هي هاي تمثل لنا مور كولوم كرايتيريا. خلينا نشوف شنو الفائدة منها وشلون نتعامل ويا هاي المعادلة. انتبهوا أنه فيلر هو شنو؟ هو أو الكرايتيريا هو هاي معادلة خط. يعني إذا نرجع لمعادلة تاو، علاقتها مع السيجما مع النورمال ستريس، سي وتان فاي هي ثوابت، فإذا العلاقة ما بين تاو والسيجما هي علاقة خطية. هذا شنو معناته؟ معناته أنه بهاي الكرايتيريا راح يرسم لنا فد خط ثابت، جوا هذا الخط طبعا بأي بهاي يكون الواي هو التاو والإكس هو شنو؟ هو السيجما. هذا الخط الثابت اللي هو هاي المعادلة اللي هسه كتبناها لكم، إذا جوا هذا الخط، يعني إذا كنا في ظروف في إجهادات جوا هذا الخط، راح الصخرة تكون سيف. إذا فوق هذا الخط الصخرة راح يصير بها failed أو failed zone. هذا الشيء شلون نقدر نميزه؟ هسه راح نقول لكم طريقة الحل وإلى آخره، بس بصورة عامة يعني تاو إذا كان أقل من سي زائدا ميو سيجما معناته أنه الصخرة تكون آمنة، وإذا كان العكس فهي راح يكون بها فشل، راح يصير بها fracture. من الواضح أنه معادلة هاي الخط هو ال تاو اكسس انترسبت للخط راح يكون هو مقدار السي، هاي ال كوهيسيف سترينث اللي تحدثنا عنه، والفاي هو هاي الزاوية اللي راح تطلع لنا بمن بالميل او زاوية الميل خلينا نسميها. خلينا نشوف شنو الطريقة لمعرفة هاي لمعرفة انه هل الصخرة تفشل او لا. شنو الطريقة؟ احنا قلنا عندنا مفهومين: مقاومة الصخرة شقد، والاسترس اللي موجود هو شقد. مقاومة الصخرة منو يمثلها؟ يمثلها هذا الخط أو more column criteria. زين، والإجهادات اللي موجودة داخل الصخرة منو راح يمثل لنا إياها؟ في طبعا بلينات مختلفة، راح يمثل
تمثل لنا زاوية أو العفو دائرة مور، صحيح مورس سيركل. فإذا أنا من يكون عندي إجهادات لازم أرسم دائرة مور لتلك الإجهادات، من بعد ذلك أرسم الكرايتيريا للصخرة اللي هي شنو، هي أحتاج إلى قيمتين ثابتة سي وفاي حتى أقدر أرسم الخط، وأشوف هل الدائرة تتقاطع ويا الخط أو لا. إذا تقاطعت معناته إذا صار فشل، انكسرت الصخرة، وإذا ما تقاطعت معناته أن الصخرة راح تقدر تتحمل هاي الإجهادات اللي هي شنو موجودة عليها. طبعا اكو شوية يعني ملاحظات شوية دقيقة، وهي انه شنو، اتصوروا انه انا عندي فد صخرة، هاي الصخرة ابدي يعني اخلي عليها اجهادات مختلفة، فاذا وازود شوية شوية الاسترس، زين، فالصخرة راح تنكسر بمجرد ما في بلين من البلينات التاو او خلينا نقول احداثيات هاي الدائرة تكون بطريقة بحيث تكون هذا الخط يكون مماس على هاي الدائرة. فإذا مو من الممكن أنه هاي الدائرة تقاطع هذا الخط وتعبر هذا الخط، ليش؟ لأنه قبل ما نوصل إلى هاي الإجهادات هي الصخرة شنو مكسورة، صاير بها فشل. فإذا دائما الدائرة تكون مماس على هذا الخط، بس إحنا جدلا نفرض أنه عدي فد ستريس محدد ونرسم الدائرة وبعدين نرسم الخط ونشوف إذا صار بها تقاطع إذا الصخرة راح تفشل، إذا ما صار بها تقاطع إذا الصخرة راح تقدر تتحمل هاي الاسترس الإجهادات اللي موجودة عليها. أكو فد مصطلح لازم أشرح لكم عنه، هو الكونفايننج ستريس. معناته شنو؟ إذا تتذكرون من شرحنا عن الاسترس أكو عندنا 2 دايمنشن وعندنا 3 دايمنشن، إحنا أغلب المسائل هي 2 دايمنشن، بس من نتكلم عن الثري دايمنشن اكو فد حالة خاصة، وهي انه واحدة من الاجهادات البرنسبل ستريس اللي نتحدث عنها اللي هي سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3، واحدة من الحالات انه سيجما 2 او يساوي سيجما 3، يعني اقل اجهاد رئيسي يساوي الاجهاد خلينا نقول الانترميديت. لهذا السبب هاي الحالة الخاصة نسميه شنو، كونفايننج ستريس. طبعا كونفايننج هواي تسمعون بال الستريس اللي يصير بالطبقات الأرضية عادة، confining pressure عادة يسموه وين استخدمه، زين هذا هم أنا مهم إنه تعرفون. زين من بعد ما إذا تتذكرون إحنا كنا نقدر نكتب ال سيجما والتاو اللي تكون بالبلينات مختلفة في زوايا مختلفة للجسم محدد، نقدر نكتب المعادلة للسيجما والتاو بدلالة principal stresses يعني سيجما 1 وسيجما 3. إذا كتبناهم تتذكرون هاي المعادلتين كانت عندنا، نقدر نحصل السيجما، نقدر نحصل شنو التاو. من الواضح من خلال هاي المعادلة أنه أكو فد علاقة ما بين الزاوية اللي تنكسر بها الصخرة أو البلين اللي تنكسر بها الصخرة و internal friction يعني زاوية فاي، وهي العلاقة كالتالي، يعني الفا هي الزاوية اللي تنكسر بها الصخرة وفاي هي internal friction angle، ادي 2 الفا تساوي 90 زائدا فاي. هذا الشيء ايضا مهم، بس أأكد واكرر وهذا جدا مهم، انه هاي الزاوية ما بين زاوية الكسر وزاوية ال principal axis يعني الزاوية اللي ما بين الـ principal axis، هذا جدا مهم، مو ما بين الزاوية والهوريزنتال. زين آخر شيء لازم أذكره ولو صار الفيديو مطول، وهو أنه كل ما ازداد الـ confining stress أو sigma 3 كل ما كان أكبر، معناته شنو، خلي رأيكم على الدائرة، كل ما sigma 3 كان أكبر قيمته معناته شنو، راح يقترب من قيمة شنو sigma 1، صحيح؟ فإذا الدائرة اللي راح ترسم راح تكون شنو؟ أصغر، معناته شنو؟ معنى الدائرة راح تبتعد عن الخط أكثر، يعني أنا كل ما أسلط ستريس جانبي على الصخرة أكثر، الصخرة راح تكون مقاومتها أكثر. بتعبير آخر إذا زودت السيجما 3 مثلا، أفرضوا هاي السيجما 3 يتحرك يوصل إلى هاي النقطة مثلا،
الدالة راح تكون هذا الشكل. فإذا سيجما 1 هم راح يقدر يكون، يقدر يكون أكثر. طبعا هاي الأشياء هي مفروضة علينا، يعني الإجهادات الخارجية هي ضمن المسألة اللي موجودة. فإذا كل ما سيجما 3 كان أكبر، الصخرة ممكن تتحمل استرس أكثر، يعني تقدر سيجما 1 يكون شنو أكبر وما يصير بها الفشل. فإذا الإجهاد الواحد ما يكفي أنه أعرف هل هاي الصخرة راح تفشل أو لا، لازم أعرف سيجما 1 وسيجما 3 ومواصفات الصخرة. كل ما سيجما 3، كل ما يعني كونفايننج ستريس، يعني بتعبير آخر كل ما أني أكمش الصخرة من الجوانب أمسكها زين أقوى، هاي الصخرة راح تتحمل ستريس باتجاه المحور مالتها أكثر. وهذا الشيء هم تقريبا احنا يعني من جانب العملي ممكن عندنا فد سنس بالنسبة له، كل ما انه متماسكة من الجوانب اكثر تقدر تتحمل ستريس اكثر، بينما اذا ما كانت متماسكة من الجوانب راح يصير فشل بها اسرع. على العموم هذه المفاهيم عرفناها من خلال هاي المعادلات اللي شرحناها، بعد لازم نشرح لكم فد مثال حتى المفاهيم تكون أوضح. شكرا جزيلا.